جمهور جاهزين؟ اللي عايز ماما زيزي هيدوس واحد، اللي عايز ماما رضا هيدوس اتنين، واللي عايز ماما أمل هيدوس تلاتة. جمهور انتهى التصويت، نتيجة ظهرت عندي. عايز اشرح لكم حاجة، محدش بيخرج خسران من المسابقة دي، مش زي اللي فات. يعني الأول بياخد 20 نقطة، التاني بياخد 10 نقط، التالت بياخد 5 نقط. ماما زهراء 20% 5 نقط. نسقف لها. ماما رضا 52% 20 نقطة. ماما أمل 28% 10 نقط. خلصت معانا المسابقة الثالثة، مين أروش أم ناو، ودلوقتي مع المسابقة الرابعة عجناك وخبزاك، بس بعد الفاصل.